السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لي طارق، وبهذا الفيديو راح أرسم هاي الرسمة على الأوتوكاد. زي ما بتلاحظوا هون عنا أربع دوائر، اثنتين منهم متشابهات، يعني ثلاث دوائر. راح أبلش بالدائرة الوسطى اللي موجودة هون بما أنها أكثر إشي معقد. راح أرسم الدائرتين اللي فوق. أول دائرة جاي الريدس تبعها 120، والدائرة الثانية جاي الريدس تبعها أقل من الدائرة اللي قبلها مقدار 6. شايفين هون في رقم 6 اللي هو الفراغ بين الدائرتين. وبعد هيك راح نشوف كيف نرسم هذا الخط الأصفر اللي هو راح يمثل لي الزاوية 72 والميرور تبعه، عشان نقدر نعمل الإشي اللي بيناتهم. بعدين راح نعمل نفس الإشي فوق للشكل الصغير اللي هو باللون البرتقال. نبلش بالدائرة 120 دايمتر تبعها، هاي سي اللي هي سيركل، أو بتقدر تكتبها من هون سيركل. نحدد أي نقطة، لأنه بدي دايمتر راح أكبس دي انتر، بعدين أكبس 120 اللي هي الدايمتر، أو نفس الشيء بتقدروا من هون تختاروا دايمتر. هلا قلنا الزاوية، أو عفوا الدائرة الثانية جاية فراغ بينها وبين اللي قبلها 6، راح أعمل أوفست انتر، أكبس 6 انتر لجوا، برضو انتر. هلا بنرسم الخط اللي كنا عنه اللي باللون الأصفر. هذا الخط عبارة عن 72 درجة من محور الصاد السالب، ولكن الإكس لما يجي يتعامل بيتعامل مع الإكس، عفوا الأوتوكاد لما يجي يتعامل بيتعامل مع محور الإكس، يعني أي زاوية إحنا بنكتبها هو راح ياخذها من محور الإكس الموجب. طيب شو الحل؟ الحل هو إني أجي أشوف الفراغ، أقسم 72 على 2، وبعدين أطرحها من 90 عشان تطلع لي هاي الزاوية. أو بدل ما أتغلب كل هالغلبة بكبس UCS. هلا بكبس على السنتر، حط لي الإكس والواي على السنتر، بحرك لتحت. طبعا كنت تذكروا إنه تشغلوا الأورثو اللي هو الشكل العمودي، بحط لتحت بطلع لي إكس، بحط الواي من الجهة الثانية، إكس صار الإكس موجود لتحت. هلأ أنا الزاوية اللي راح أرسمها راح يأخذها من هذا المحور، فهون السالب هون الموجب. هلأ بنجي هون على الرسمة 72، بس راح نقسمها على 2، بطلع معنا 31، عفوا 36. نكبس 9، نختار طول عشوائي اللي يكون 150، عفوا قبل هيك نحط at 150، نحط إشارة الأصغر اللي هي هلا بندخل الزاوية قلنا 36 درجة. إذا موجب راح نحطها من هيك، وإذا سالب راح نحطها على الجهة المقابلة. راح نسخها نعملها ميرور زي هيك. هيك بكون رسمت هذول الخطين. هلا في دائرة بالنص جاية الراديوس تبعها 30، هيها اللي راح تكون زي هيك. توصل بين هاي الأشكال اللي بعطيها زي هيك. أنا راح أجي أرسم هون سي في سيركل، أكبس 30، رسمتها زي هيك. هلا تقريبا وصلنا للشكل اللي بدنا نرسمه. هلا خلينا نمسح العجقة اللي صار عندنا هون. الانحناءات هاي الصغيرة اللي بين الخطين اللي رسمناهم قبل شوي وبين الدائرتين اللي رسمناهم اللي هم هون بالاوتوكاد جايين زوايا قائمة تقريبا، هم هون عبارة عن انحناءات. إذا بندور على الريدس تبعهم
واحد منهم حيلو. ريد استباحهم 6. فأنا راح أجي على الشكل هذا، أحبس F اللي هي فيلت منحنى، بعدين أحبس R اللي هي الراديوس اللي بدي أدخله، بعدين أحبس 6 وبختار مالتيبل عشان يعمل لي أكثر من وحدة، من هون لهون، من هون لهون، أحبس Enter. هيك رسم لي اللي تحت. هذا نفس الإشي بعمل للشبيه تبعتها اللي فوقيها والصغيرة. نفس الشيء بكبس UCS Enter، بختار السنتر، بحط الإكس هالمرة لفوق. هلأ أي زاوية راح أرسمها راح يأخذها من الإكس اللي راح يأخذها من هذا المحور. راح أدخل نص 39 اللي راح تكون 18 و 18 ونص. بجي هون لين المركز، بدخل طول عشوائي بس قبله ات 150 فرضا، راح ندخل 18 ونص. هاي نفسه بعمله ميرور على الجهة الثانية، وبجي اعمل اف راديوس 6 مالتيبل. هاي هيك عملنا. انا اخذت 39، هي المفروض اخذ 27. طيب مش مشكلة، امسحه. نص 27 عبارة عن 13 ونص. الميرور هي هيك عملناهم. هلأ بضل عنا الدوائر الصغيرة اللي موجودة هون، اللي هي واحدة منهم جاية على بعد أو عفوا مش على بعد، اللي هي زاوية 39 اللي رسمناها قبل شوي بالغلط. فهاجي 150، نص 39، 18 ونص، وعليها موجودة الدائرة، بس وين ما بنعرف. بس المركز تبعها موجود في مكان ما هون، وهذا اللي راح يساعدنا فيه هاي الدائرة المنقطة الموجودة هون اللي الدايمتر تبعها 90. نخش في السنتر، عفوا سيركل، بس دي دايمتر 90 سنتر. هلا بجي ارسم دائرة صغيرة هون، الراديوس تبعها عفوا الدايمتر تبعها كان 6، اذا الراديوس بده يكون 3. هلا فيش داعي لهذا الخط وهي الدائرة. نفسها بعملها ميرور الجهة الثانية زي الرسمة هون. ما عم تشبه اللي عني بالأوتوكاد، مبينين إن هدول أصغر من هيك، يعني هون بالرسمة الحقيقية مبينين إنهم أصغر، فيبدو إنه هاي مش 27، 21، ولكن بغض النظر عن الرقم، المهم هي هيك الفكرة. إذا كانت 21 أكيد راح يكونوا أصغر، راح يكون الرسمة أدق وقتها، ولكن خلنا نعتبرهم إنهم 27. هلا بجي أعمل الري بالأشكال هاي، وحاولوا انه ما تضللوا الدائرة ثاني دائرة هاي، مش اكبر واحدة اللي قبلها، حاولوا انه ما تضللوها بالغلط. هلا بقولكم ليش ما تضللوها، خليني اضللها وفرجيكم شو راح يصير. هاي انتر كبس عليها طللتها معهم، وبكبس الري وبجي هون بدخل 3 لأني مكررات 3 عندي. هي كرت السمت. هلا بدنا نشيل الزوائد الموجودة هون. كيف نشيلهم؟ من خلال الترم
مرتين مرتين. لاحظوا ما راح ينشالوا. ليش؟ لأنه لما تيجي تعمل الري هو بيعملهم كلهم عبارة عن جسم واحد، فأنت ما بتقدر تيجي تعمل له ترن إلا بطريقة واحدة، إنه تكبسوا عليها بتكبسوا إي إكس تطللوا عليها تكبسوا إي إكس تختاروا إكسبلود، هيك راح يصير كلهم جسم جسم. هلا تيجي تكبسوا إنتر مرتين مرتين. هلا بنقدر نعمل ترن، ولكن هذا الاشي بقسموا عليه علامات لانه ما راح يبين عندهم انه عاملين اري. فانا راح ارجع للشكل القديم وما اظلل الدائرة البرانية. هلا عرفتوا ليش ما بصير نضللها. نطلع بس الجسم اللي بدنا اياه، هي اري سنتر عددهم ثلاثة. هلا بنكبس ترم راح تزبط معنا مباشرة. هلا ننتقل لجوا الرسمة. عنا عبارة عن دائرة هون صغيرة وجواتها دائرة بس مش مبينة. الدائرة اللي هي الراديوس تبعها 10 جاية زي هيك، وجاية جامعة السنترز تبعون الدوائر الراديوس تبعهم 5 اللي هي الدوائر الصغار اللي حولها. فأنا مبدئيا راح أرسم الدائرة هاي اللي هي الراديوس تبعها 40، أو عفوا الدايمتر هذا 40، راح أرسم هم 10 اللي الراديوس تبعها 10. سيركل هون دايمتر 40، بعدين جوات وحدة راديوس 10. طيب هلا في جواتها دوائر صغار راديوس تبعهم كلهم 5، بعملها اري حوالين السنتر هاد عددهم 4 انتر. هلا راح تطلع معنا نفس المشكلة بالترم، ما راح نقدر نعمل ترم. راح نقدر نعمل ترم للي جوا لأنه احنا ما دخلناها بالأري، بس اللي برا ما راح نقدر نعمله. وهون احنا مجبورين أصلا كنا ندخلهم، فنعمل هذا الحل الثاني اللي هو الإكسبلود. هذا الجسم انت هلا نقدر نعمل ترم اريحية. هيك عملنا اصعب دائرة موجودة فيهم اللي هي الدائرة الوسطى. هلا بننتقل للدائرتين اللي تحت بما انهم ثاني اصعب، بعدين الدائرة اللي فوق كثير سهلة راح تكون. هلا قبل ما نرسم هذول الدائرتين بدنا نحدد السنتر تبعها بالنسبة للدائرة الأولى. عبارة عن هون مسافة من هذا السنتر للسنتر اللي تحت 150، وبين هذول الدائرتين 200، يعني إذا قسمناهم بالنص بصير 100 و150. فأنا حرسم لاين برش من هذا السنتر أنزل لتحت 150 وأمشي من هاي الجهة 100، بعمل له ميرور يعطيني الجهة الثانية، ولكن خلي لبعدين. رح ارسم هون الدائرة الكبيرة، وبعدين
نشرح شو الأشياء الموجودة جواتها وكيف نعملهم. كل هاي الأشياء عبارة عن إشي بسيط مش هالتعقيد. رح نرسم الدائرة الكبيرة اللي هي كم مش موجود، يبدو إنهم قد الدوائر اللي فوقيها، هي رح تكون 120. كدها رح ندخل 120، أو لا هيها 50 هون. لاحظوا هذا الرقم هون 50 اللي هي المسافة نص الجزء اللي جاي زي هيك، اللي هو عبارة عن شكل بيضوي. رقم 50 اللي معطينا اياه عبارة عن نص القطر تبعه، هو نفسه نصف القطر تبع الدائرة الكبيرة. معناتها انه هاي الدائرة الكبيرة عبارة عن 100 مش 120 اللي فوقيها. سيركل نص القطر تبعها عبارة عن 50 متر. اوكي، هلا بطلنا بحاجة هدول نشوف. هلا قلنا هذا الشكل البيضوي بدي ارسمه، خلينا على هالجهة بما اني شغل عليها. هذا الشكل البيضوي ومعمول له الري ثلاث مرات اذا بتلاحظ، هون وهون وهون. فانا حرسم بس شكل بيضوي واحد، اختار اشكال بيضوية من خلال هون السنتر تبعه هون. طيب هاي المسافة من هون لهون كم؟ اللي هي 30. شوف زي اعمل له ار حول هاي السنتر، هاي صارت. بضل عنا الدوائر الصغار اللي كل واحدة الريديس تبعها 5. انا حرسم دائرة واحدة هنا عبارة عن 5 واعمل لها الري حوالين السنتر، نفس عددهم 6 6 بالمهم. هيك رسمناها بشكل بسيط. هلا بضل الكل اشي هون، نعمل ميرور خط هاي نسخنا عجل ثاني. ضل الدائرة اللي فوق اللي هي الريدس او الدايمتر تبعها معطينا جاهز 100، وفي جواتها سداسي، وهذا السداسي مهشر. كان ثلاث أشياء بسيطة. طايل عنا المسافة 150 من هذا المساوي اللي قبلها، هاي اللاين من هون لهون 150. كان سيركل هون الراديوس 57. هلا بنجي على المضلع اللي هو من هون من هون بوليجون. أول شيء نمبر أوف سايدز، إحنا بدنا إياه سداسي. هلا بدنا السنتر اللي هو هون. طب انسايد سيركل ولا اباوت ذا سيركل؟ شو موجود عندنا هون؟ انسايد ذا سيركل زي هيك، واحدد على اي كوارتر ربع بالدائرة. هلا التهشير هيو اختار النوع اللي بدي اياه وبس. ممكن التهشير هذا السكيل تبعه مش مناسب، فأنا بصغره عشان يبين. لأن الهاتش عندي مش ضابط هون، مش عندك
خلاص مش مشكلة، تعملوا من عندكم يعني، تختاروا هاتش وبتكبسوا هون. واللي ما بعرف كيف تشتغل الهاتش، في فيديو خاص بالهاتش. مبدئيا مش عارف ليش نصبت معكم. ننتقل لآخر إشي هلا، اللي هم الخطوط اللي بتصل بينهم. بلش بهذا الخط اللي جاي زي هيك، عبارة عن تانجنت بين هاي وهاي. واللي ما بيعرف ليش هون تانجنت، حاط لي خط زي هيك كأنه مماس. راح سلاين بعدين بكبس كنترول من الكيبورد ورايت كليك بالماوس واختار تانجنت. بجي على هاي، هلا نسج كنترول رايت كليك تانجنت، بجي على هيك اعمل لي تانجنت بينهم، بعمل ميرور فيلم. نفس الاشي بين هاي وهاي، لاين كنترول رايت كليك تانجنت، كنترول رايت كليك تانجنت في ميرور فيلم. هلا في هنا مكان داين، هون عبارة عن سيركل الراديوس تبعها 300. عندي خيارين، اما اختار سيركل تان تان راديوس، او اني اختار ارك، او اختار فلت، عفوا مش ارك. اعمل الحالتين، هاي تان تان راديوس مماس لهاي ولهاي 300. وبعدين اعمل ترم بصير. او الطريقة الثانية اني اكبس اف ار واختار 300 radius، ولكن بكبس ترم نو ترم لانه بديش اعمل ترم زي هيك. لاحظوا لو كبس ترم ممكن يصير اشياء انا بدي اياها. نجرب اي اف ار 300. لاحظوا خطوات الترم ما شاء الله. سو بالعادة يصير يشيل أشياء ثانية أنا بحتاجها. فيفضل إذا قص أشياء ما بت أو أشياء بدكم إياها وما بدكم يقصها، بتحطوا على ترم نوتر. كيف نكون أنهينا هاي الرسمة؟ نتأكد إذا في نواقص أو في شغلة هون. هاي المفروض نعمل لها فلت، في هون فلت صغيرة مش زاوية حادة، اللي هي هيها 100. اف ار 100 من هون لهون. لاحظوا كيف شال هاي الاشياء اللي هون، اللي هون مختارين ترم. هلا شوفوا لو ما اخترنا ترم راح يخليهم موجودين. هاي اف راديوس 300، نجي على ترم نو ترم، نجي نعمل لاحظوا راح يعملها وما راح تشيل هاي الاشياء بالنص. احنا بدنا نشيلها. اف ريدس 300 اختار ترم نعمل زي نفس الشيء هون. هيك بتكون هاي الرسمة خلصت. خلال وقت نص ساعة إلى خمس دقايق. أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معي طارق، وشكرا.